انطلق منذ أيام المؤتمر السنوي السابع للجمعية المصرية للجهاز الهضمي بحضور أكثر من 200 من كبار أساتذة واستشاري وأخصائي الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي في مصر. شهد المؤتمر مشاركة فعالة ومثمرة من شركة الفرعونية للصناعات الدوائية فارو فارما، وهي واحدة من الشركات الوطنية الرائدة في السوق المصري. وتولي فارو فارما اهتماماً كبيراً بالتعليم الطبي المستمر ونقل الخبرات لشباب الأطباء، فضلاً عن دورها الهام في توطين صناعة الدواء في مصر بتوفير نحو 300 مستحضر دوائي في كافة التخصصات الطبية بجودة عالية وسعر مناسب. احنا النهاردة بنتكلم عن الدورة السابعة لمؤتمر الجمعية المصرية للجهاز الهضمي. المؤتمر في الحقيقة له أهداف على كذا محور. المحور الأولاني هو التبادل للمعلومات والأبديتس أو الجديد فيما يخص تخصص الجهاز الهضمي والكبد. كل ما قيل خلال السنة الماضية من خطوط استرشادية عالمية وأمور تم نقاشها في المؤتمرات سيتم مناقشتها والخروج بتوصيات واضحة فيما يختص أمراض الجهاز الهضمي والكبد. يبقى ده أول محور. المحور الثاني هو التبادل المعلومات والخبرة مع شباب الأطباء من كل أنحاء مصر وكل مستشفيات مصر، وزارة الصحة، مستشفيات تعليمية، جامعة، كل الناس مدعوة لحضور المؤتمر لتبادل الخبرات. المؤتمر بيعتمد على مناقشة حالات واقعية عملية وما تم فيها والتوصيات بخصوصها. ثالث محور هو التدريب العملي على استخدام مناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية والجديد في مناظير الجهاز الهضمي، وهو عمليات الفراغ الثالث اللي بتتم عن طريق المناظير. كل دي من خلال ورش عمل، في 6 ورش عمل للمناظير والموجات فوق صوتية. النقطة الرابعة هي برضو تدريب التمريض، ودي ما نسيناهاش، بالذات مناظير تمريض المناظير بيتم تدريبهم على الاستخدام الأمثل والأحدث للمناظير، وفي نفس الوقت الالتزام بمكافحة العدوى والجودة لتقديم أفضل خدمة صحية. طيب الجلسات النقاشية لو ركزنا عليها الضوء شوية، احنا بنناقش كذا موضوع، من أول أمراض المريء والقرحة المعدة وارتجاع المريء وأمراض القولون والقولون المناعي، القولون العصبي، وإيه الجديد في المنطقة دي، أمراض الكبد المختلفة الفيروسية المناعية. بنركز على المبادرات الرئاسية في الحقيقة اللي هي بتغير الخريطة تماما بتاعة المرض في مصر بعد ما بتعتمد كمبادرة رئاسية، زي المبادرة الرئاسية لعلاج أورام القولون، أورام الكبد، أورام الرئة. في الحقيقة الأمور بتختلف تماما، بيبقى الهدف هو التشخيص المبكر والعلاج الأمثل والأحدث لهذه الأمراض. عندنا جلس أكثر من جلسة على أمراض المعدة والإثنى عشر والمريء وحموضة المعدة والأدوية الجديدة والعمليات والمناظير التدخلية اللي بتتم. الشركات المصرية في الحقيقة كتير وإحنا بنوجه لها الشكر، وبالحقيقة الشركات المصرية، شركات الأدوية المصرية من الشركات اللي إحنا بنتشرف بيها في السوق المصري، زي شركة الفرعونية اللي لها دور في توفير العلاج للمريض المصري بأسعار مناسبة وفي نفس الوقت توفير الدعم للنشاط العلمي، وكل شركات الأدوية المصرية في الحقيقة إحنا بندعمهم وبنشكرهم جدا على مشاركتهم معنا. من ضمن الجلسات اللي كانت المهمة النهاردة عن ارتجاع المريء وإزاي بنخطط العلاج في ارتجاع المريء. ففي ارتجاع المريء اللي بيبقى مصاحب بحاجات خارج المريء، يعني في بعض الناس بيبقى الحمر لما بيرتجع بيرجع على الجهاز التنفسي ويعمل مشاكل في الجهاز التنفسي، يعني جهاز هضمي مع جهاز تنفسي والسبب في الجهاز الهضمي. فالعيان ده اللي هو عنده ارتجاع في المريء وعنده الاكسترا اوسوفيجيال او المشاكل اللي خارج المريء، مش المشاكل الهضمية انما اللي خارج المريء على الجهاز التنفسي، زي مثلا يقوم بالليل عنده كحة، يقوم بالليل عنده شرقة، ممكن بحة في الصوت، مشاكل اخرى ما كناش بناخد بالنا منها، وكنا العيان بيروح لبتاع الصدر او بتاع الاسنان او بتاع حاجات تانية، انما اتضح انها بيبقى جزء من اعراض ارتجاع المريء. ارتجاع المريء ده احيانا بيبقى فيه قرح في المريء، بيبقى يعني الاعراض بتاعته شديدة قوي. فحطينا برضو في المؤتمر ده علاجات اخرى او ادوية اخرى في الحالات اللي هي الشديدة،
ولقينا تأثيرها أفضل كتير. كنا بنعتمد على حاجات قبل كده أخف شوية، إنما مع الوقت ومع الأدوية الجديدة لقينا في علاجات أدفانسد أو علاجات أحدث وأجمد. يعني بتكلم النهاردة من مؤتمر الجمعية المصرية للجهاز الهضمي والكبد، وده المؤتمر رقم 7، واللي بيناقش مواضيع هامة جدا ليها علاقة بالكبد والجهاز الهضمي. النهاردة كان في جلسات خاصة بالارتجاع المريئي، والارتجاع المريئي الحقيقة منتشر في العالم كله. في أمريكا لوحدها في حوالي 65 مليون عيان عنده ارتجاع مريئي، منهم 45 مليون من نوع الغير تقرحي، وفي كمان 20 مليون من النوع التقرحي. والمرض ده طبعا بينكد على اللي بيجيله، لأنه بيقعد العمر كله، ودايما الشخص مش بيبقى قادر ياكل براحته، ولا مثلا ياكل وينام، يتعب على طول. الشخص اللي وزنه زايد الارتجاع المريئي عنده بيزيد، لما بيخس الارتجاع بيتحسن. في بعض الناس ما بينفعش معاها تظبيط الاكل ولا انه ينزل في الوزن، فبيحتاج علاج. فالعلاجات الموجودة دلوقتي الحقيقة هي كتيرة قوي، وليها تأثيرات جيدة على مرضى كتير. وفي مرضى ممكن ياخد العلاج فترة شهرين ويوقف وبيبقى كده تحسن، وفي عيانين لازم ياخد العلاج على طول. فاحنا دلوقتي عندنا مجموعات من الأدوية زي البروتون بامب انهيبيتورز اللي هي موجودة في السوق المصري كتير. العيان ما بيستجيبش حتى على الأدوية دي أو على البروتون بامب انهيبيتورز، لازم نبحث حالته كويس ليطلع عنده حاجة تانية. في عيانين كتير يشتكي بحرقان في معدته وهو عنده القلب ما عندوش ارتجاع، فده لازم ندور كويس في السبب ونعرف عنده ايه. ده العلم. فالمفروض العيان بياخد بروتون بامبس دي شهرين، لو ما استجابش لازم بعمله منظار وبعمله بي اتش مونيتور، ده جهاز بيقيس الحموضة جوه المريء وبيشوف الوسط اللي جوه المريء وقت ما العيان اشتكى بالألم، فبيحدد وبيشخص الحالة. ما لقيناش ولا حاجة من دي، لا بالمنظار ولا بالجهاز ده، أدور بره المريء. يمكن المؤتمر دلوقتي بيناقش مجموعة من الحاجات المهمة جدا، الموضوعات المهمة على مستوى الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. يمكن احنا خاصين النهارده مختصين بثلاث جلسات معنيه بالتهابات القولون المناعيه ومرض كرونز. وطبعا دي مشكله من المشاكل الكبيره اللي طافت على مستوى العالم كله من فترات طويله، لكن يمكن احنا مصر ابتدت تهتم بهذه القضيه دلوقتي في اطار سعيها لان هي توفر العلاجات المهمه جدا اللي هي قد تصل في بعض الاحيان لحقن غاليه جدا، ممكن تصل لحقن مثلا لاكثر من 20,000 جنيه، وبالتالي مصر ابتدت تبقى رائده جدا في هذا الموضوع. يمكن احنا كجمعية المصرية للهبات الأمراض المناعية كان في اطلاع بالتوعية للمرضى وللدكاترة خلال الفترة من 2018-2019، ثم عقب ذلك ان مصر وفرت كل الأدوية الخاصة بهذه الأمراض من خلال 18 لجنة تأمين صحة على مستوى الجمهورية، ثم وفرت العيادات الخاصة في جامعات مصر المختلفة. يمكن احنا عندنا اكتر من يمكن 10-12 عيادة دلوقتي على مستوى مصر في جامعات مصر المختلفة. وبالتالي المؤتمر النهارده بيناقش كيفية التشخيص الجاي الصحيح لهذه الأمراض. يمكن الأمراض دي بتيجي بحاجات مهمة جدا، يمكن التهاب الأمعاء التقرحي بيجي بنزيف شرجي وإسهال مستمر أو إسهال مزمن. يمكن كمان الكرونز ديزيز من الحاجات المهمة جدا دلوقتي اللي هي بتأثر على الأطفال من سن صغير جدا جدا، وابتدي تعوق الحياة العادية بتاعت الأطفال. الحاجة التانية انها مش بتأثر برضو على الجهاز الهضمي بس، لكن بتأثر على حاجات كتيرة خارج الجهاز الهضمي، منها العين مثلا، الجلد، المفاصل، الكبد. وبالتالي هي بتأثر تأثير سلبي على الحياة العامة او الحياة اللي هي الطبيعية بتاعت الاطفال او الكبار. الحمد لله يعني ناقشنا في المؤتمر جلسة هامة بعنوان اورام الكبد، ودي طبعا حاجة مهمة بنشوفها نتيجة تليف الكبد. والجلسة دي كان فيها كوكبة من الاساتذة المشاركين للشير بيرسونز والسبيكرز. استعنا باستاذ دكتور محمد الغريب، ده استاذ الاشعة التداخلية بجامعة عين شمس. هو قال لنا الجديد في تشخيص والعلاج الموضعي لحالات اورام الكبد في المراحل الاولى، وكمان خدنا راي الجراح استاذ دكتور محمد بهاء في دور الكبد ودور الجراحه في علاج حالات اورام الكبد وعلاج الزراعه اذا المريض احتاج هذا الكلام. وكمان خدنا راي استاذ دكتور خالد الحسيني في جلسه مجتمعه متكامله عن اورام الكبد والعلاج، ما هو جديد في التارجت ثيرابي والعلاج الموجه في علاج الاورام. ودكتوره مروه صقر قدمت لنا حاله فيها مراحل المرض
مختلفة وطرق العلاج المختلفة، وتمت مناقشة الحالة. وبالنسبة لجامعة عين شمس عندنا في عيادة الأورام جامعة عين شمس متوفر فيها كل الأدوية الأولية والموجهة للحالات دي، وتوفر بالمجان لكل المرضى على نفقة الدولة. طبعا الخيارات لعلاج الإتش بايلوري كثيرة جدا، يمكن احنا بنتكلم على لأهمية الإتش بايلوري موجودة من سنين، ويمكن بعد اكتشافها في دكاترة إستراليين غيرت تماما طريقتنا في علاج جرثومة المعدة، ومنعت كثيرا بعد علاجها بشكل فعال انتشار سرطان المعدة. في طرق كثيرة لعلاج الإتش بايلوري، احنا نتكلم على أكثر من 15 طريقة أو 15 ريجيمن لعلاج الإتش بايلوري. للأسف أنه المشكلة أنه الإفيكاسي الفايدة بتاعت الريجيمنز المختلفة النظم المختلفة لعلاج الإتش بايلوري بتكون في معظم الأحيان مش 100%، وكل ما احنا قدمنا حاجة للعيانين جديدة تحسن السكسس ريت بتاع الإراديكيشن، طبعا لا شك أنه بيقلل الريزيستنس للانتيبيوتكس للمضادات الحيوية، إنها الجرثومة لا تكتسب مناعة ضد المضادات الحيوية المختلفة، لا وفي نفس التوقيت بنقلل الكوست. الحقيقة أنا بتشرف إن أنا السنة الثالثة على التوالي في اللجنة المنظمة للمؤتمر واللجنة العلمية. مؤتمر الجمعية المصرية الحقيقة دايما مميز، دايما بيقدم كل الجديد في مشاكل الجهاز الهضمي، وانت عارف احنا مصريين عندنا دايما كلنا مشاكل في الجهاز الهضمي، دايما في جديد. الشركات المصرية للأدوية ما شاء الله بقى عندها دلوقتي كل الأدوية اللي موجودة في العالم كلها بتتسابق انها تنزل بمنتهى السرعة عندنا في السوق المصري بجودة مميزة جدا. بقى عندنا كل التدخلات العالمية اللي بنقدر نستخدمها من خلال المناظير في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، سواء استئصال الزوايد اللحمية الحميدة أو اللي هي ممكن تتسبب في أورام الجهاز الهضمي، أو سواء علاجات حاجات زي الارتجاع المريء مثلا. كل التقنيات الحديثة اللي بقت عن طريق المناظير وتجنب المريض الجراحة بقت متوفرة في مصر من زمان، من فترة طويلة، وبأيدي كفاءات ومهارات عالية جدا بل بتنافس المستويات العالمية يعني. فدي حاجة مميزة، واحنا في المؤتمر السنة دي يعني في كذا سيشن كذا جلسة بتوضح الموضوع دوت وتبرزه بشكل جيد. أمراض الجهاز الهضمي من أكثر الأمراض انتشارا في مصر، وبالتالي شركة الفرعونية من أكثر من 25 سنة كانت حريصة على تطوير المستحضرات اللي بتعالج أمراض الجهاز الهضمي، وتقديم مستحضرات كتير تغطي جميع الأمراض المختلفة في الجهاز الهضمي. المصنع عندنا موجود في برج العرب في اسكندرية، بينتج من أكثر من 25 سنة، وبينتج مستحضرات بتصل عددها دلوقتي ل 50 مليون عبوة دوائية في السنة، منها ما يزيد عن 10 مليون عبوة موجهة فقط لأمراض الجهاز الهضمي. كانت احنا بس مش بنخدم مصر فقط لا غير، لان مصر هنا بنخدم القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لكن كمان امتدينا لتصدير الادويه بتاعتنا باعلى كفاءه واعلى جوده للاسواق المجاوره. بنوصل النهارده ل 16 بلد بنقدر نصدر لها الادويه بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله نقدر نعالج اكتر واكتر قدر ممكن من المرضى في الجهاز الهضمي وفي الامراض المختلفه، وان احنا كمان نوصل لكل قريه ونجع وبيت موجود في مصر محتاج للادويه بتاعتنا. طبعا من منطلق توجهنا كشركة فرعونية في مؤتمر الجمعية المصرية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، وضمن توجهات السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع التسويق وإدارة تطوير الأعمال بالتواجد بشكل علمي مستمر مع الأطباء، الشركة الفرعونية بتتميز إن احنا متواجدين في السوق المصري بأن أكثر من 25 سنة، وعندنا بورتفوليو قوي جدا من أكثر من 280 فورمة دوائية بتعالج وبتغطي جميع الاحتياجات الخاصة بالمريض المصري. ومن الأشياء اللي بنحرص عليها جدا هو حصول المريض المصري على منتج بفاعلية وكفاءة عالية، وذلك من خلال اتباع جميع المقاييس العالمية وحصولنا على شهادات مثل شهادات الأيزو وشهادات الجي ام بي اللي بتخول لنا التواجد بأعلى كفاءة ممكنة كدواء مصري داخل السوق المصري. تواجدنا بيكون نابع من احنا موجودين من ضمن الترتيب ال 13 على مستوى الشركات المحليه والشركات العالميه داخل السوق المصري كترتيب، من خلال الاستمرار التعاون المستمر
مع الأطباء إن إحنا بيكون في عندنا برامج تدريبية مستمرة سواء كان على الأطباء، وكمان بيكون في عندنا تواجد في الطلبة بحيث إن إحنا بنكون بنؤهلهم لسوق العمل عن طريق السمر انترنشيب اللي إحنا بنعمله بشكل دوري وبصفة دورية كل سنة للتعاون مع الطلبة على مدار سنين الدراسة بتاعتهم الخاصة بهم للحصول على أعلى كفاءة ممكنة. في إطار توجهات الشركة الفرعونية في العام الحالي إحنا دايما بنهدف لتدعيم وتوطين صناعة الدواء المصرية، ودايما الهدف بتاعنا إن إحنا نطلق أدوية جديدة ومستحضرات جديدة بتقنيات مختلفة علشان تخدم السوق المصري ويكون متاحة للمريض المصري، ودايما إحنا عند ثقة الطبيب والمريض المصري. من ضمن الحاجات أو الأدوية المستحضرات اللي تم إطلاقها السنة دي مستحضرات بتقنيات مختلفة زي الحبيبات سهلة البلع على المريض المصري، بتسهل استخدامه وتناوله عند المريض المصري. في نفس الوقت برضو احنا بنتميز ان الأدوية بتاعتنا متوفرة في جميع المجالات، وبنستهدف دايما قطاع الجهاز الهضمي نظرا لوجود اكتر من 10 منتجات او مستحضرات في قطاع الجهاز الهضمي، ودايما بنتميز بالفاعلية العالية بتاعتنا وسعر مناسب.